متطور بالطريقه دي في ادائك؟ اصل حظ ناس كتير اتمرنت مع مدربين كتير محترمين يعني. يمكن ممكن تفتكر اسم مثلا؟ انا فاكر اسامي كلهم يعني. انا اول مدرب اتمرنت معاه في الميني باسكت كان اسمه كابتن عمرو مدني في نادي الجزيره. بعد كده اتدربت مع مدربين كتير في الناشئين. يمكن اول بطوله العبها كويس مع المنتخب الاول 2000 انا كنت لعبت وانا عندي 18 سنه مع بطوله افريقيا مع كوتش سيربي يعني. بس اول بطوله العبها مع منتخب اكون مؤثر فيها كانت 2010 مع كابتن عمرو ابو خير وكسبنا بطوله عربيه في لبنان وقدرت اخد هداف البطوله وانا اصغر لاعب في البطوله. فدي يمكن هو مش اول واحد دخلني المنتخب بس اكتر واحد اداني ثقه وانا صغير وخلاني سهل يعني قرب مسافات كبيره قوي. ان انت عندك 19 سنه وبتكسب بطوله عربيه وبتاخد الهداف بتاثر مسافه كبيره قوي. انا يمكن من وقت 2009 ما طلعتش من المنتخب غير لو اصابات. فيمكن كابتن عمرو في المنتخب كان من احسن الناس اللي مرنتني واديتني ثقه ودفع في المنتخب. مع النادي في مدربين كتير كويسين اتمرنت مع يعني ناس اسماء كبيره جدا بس اللي انا اللي طور فيا بالذات حته الشخصيه ونقلني نقله من ان انا ازاي اكون لعيب بس هدفي ان انا اكون كويس ان انا يبقى عندي صوره اكبر ان انا ابص على الفريق وان انا ممكن ابقى النهارده مش كويس بس المهم الفرقه تكسب وكده. دي طورها فيا الصراحه كابتن محمد الكرداني في الجزيره. ده قعدت معاه 4 أو 5 سنين في الفرقه دي اكتر. دي هو طور فيا الحته دي جدا. هو كان كابتن تاريخي للنادي فدي حاجه يعني في نادي الجزيره هو طور فيا في شخصيتي الحته دي يعني. طبعا انت في البدايه قلت ان في ليك صحاب كتير جدا في النادي، في مودي الجرحي، في عمر طارق، في ايهاب امين. مين بقى اقرب واحد فيهم ليك ودايما بتخرجوا مع بعض؟ يعني بنخرج ايهاب يمكن عشان هو ايهاب على طول في الاجازات وعمر يعني عمر جاري في نفس الكومباوند وايهاب ايهاب عنده في كل الاجازات بيجي اخوه ساكن قريب مننا جدا في التجمع الخامس. فهو انا في الاجازات احنا طبعا ما بنسوقش في الاجازه عشان بيجي كل يوم لحد النادي الاهلي في الجزيره. ففي الاجازه بفضل قاعد في التجمع اغلبيه الوقت. فايهاب امين وعمر يمكن اكتر ناس بشوفهم في الاجازه. ايه اهم بطوله حققتها في حياتك؟ يمكن انا مع المنتخب او مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي بطوله عربيه كنت اول مره في حياتي اكسبها وشاركت فيها مرتين مع الجزيره قبل كده. مره خدنا ثالث ومره طلعنا دور الثمانيه. فرصتين في حياتي اللي كنت شاركت فيهم طلعت فيهم بره مع الجزيره وخسرتهم. ومع الاهلي دي كانت اول مشاركه يعني خارجيه وان انا اكسبها. فدي كانت بطوله مهمه يعني ليا ان انا كنت اول مره اكسبها. فبطوله الاهم في الفتره الاخيره. طب ايه البطوله اللي انت